عقد وزير الموارد المائيه والري هاني سويلم اجتماعا مع اللجنه الدائمه العليا للسياسات لمناقشه احتياجات مياه الشرب ومشروعات الصرف المغطى، واكد الوزير على اهميه استخدام العدادات لقياس كميات المياه لضمان اداره دقيقه للموارد، كما تم تناول ضروره تركيب عدادات للابار الجوفيه ومعايرتها لضمان الاداره الرشيده. كما اشار سويلم الى اهميه التدريب لبناء قدرات الكوادر في الوزاره ودعم المركز القومي لبحوث المياه. لزياده الانتاج العلمي